السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم اليوم معنا في شهوة أخرى من شهوات مريم النور. اليوم غادي نقدم لكم واحد الشهوة كتجي زوينة وغزالة. غنديرو الكاش، غادي نعمروه بالخضر والكفتة والكريم بيشاميل تيجي بنين ولذيذ. بسم الله على بركة الله. وقبل ما نبداو ما تنساوناش نجي وابوني وتفعل الجرس، خليو شي كومونتير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو هاد لي طاس ديال الكاش، هادو مالحين، انا عندي موجودين ما صاوبتهمش. هنايا كاين خيزو محكوك، كاين فلفله محكوكه، القرعه الخضراء تاعي محكوكه، شحرتها مع شويه ديال الزعتر، الزيتون، الملح، البزار، الكمون، التحميره، شويه ديال سكينجبير، زيت العود، شويه ديال القزبر الكارم، الزيتون قطع اطراف، وضفت عليهم الكفته ديال لاتانت حسب الاختيار، اللي بغى يدير صدر الدجاج، اللي بغى يدير الكفته ديال اللحم، كل واحد ولي بغاو. اما بالنسبه للكريم بيشاميل اللي غنحتاجو ليه، غنحتاج نصف الحليب، جوج معالق ديال الدقيق، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، و ثلاثه ديال الفرماجات مثلثين. صدقوني هاد الكريم بيشاميل اللي تجي غزاله وناجحه 100%. بداو على بركه الله. نفرقو هاد لي طاس ديالنا، يمكن ليكم تصاوبو العجين بالعجين ديال الصافيط أو العجين المغلق كيجي زوين، أو تشريوهم جاهزين كيما بغيتو. المهم أكلة زوينة وكتوجد في الساحل، مكتحتاجش مجهود أو وقت كثير. وليدة شي شي حمق وليها كتعجبهم بزاف. غادي نعملو دابا الليمون ديالنا، ومن بعد غادي نحضرو الكريم بيشاميل. كنوزعو الحشوة ديالنا مزيان، كتعجبني هاد الحشوة، كتجي خفيفة وبنينة في نفس الوقت، مع النكهة ديال الزعتر وزيت الزيتون، الهريسة تا هي.
نغيروا الزيت يجيو زالين. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنكملوا الحشوه اللي عندنا كامله. نعمروا لي الطاس اللي عندنا. اعزائي من بعد ما عمرنا الكاش ديالنا غادي ندوزو دابا مرحله ديال الكريم بيشاميل اللي ساهل وناجح 100%. اللي غنحتاجو فيه نصفو ديال الحليب، وغنحتاجو جوج معالق ديال الدقيق الابيض، شويه ديال الملح، شويه ديال الزبده، ثلاثه ديال المثلثات ديال الجمل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي الكرام. اليوم غادي نقدم لكم صلصه البيشاميل اللي هي ناجحه 100%، مذاق رائع وسهله وبسيطه. كنحتاجو نصيطو ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال الدقيق الابيض، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، وثلاثه المثلثات ديال الفرماج. نبداو على بركه الله في طحان كهربائي. غادي نديرو الفرماج، صدقوني هاد الوصف هاد الوصفة ديال كريم بيشاميل تجي ساهله وزوينه وناجحه 100%. ماشي ما كاينش مشكل فيها. نديرو شويه ديال البزار، ملح حسب الذوق، جوج معلقات كبار دقيق ابيض، نصف لتر من الحليب. غادي نفرغو الحليب ديالنا ونطحنو الخليط ديالنا مزيان ونطيبو فوق البوطة باش يعقد مالي اليوم على الفوطة. دابا غادي نطحنو ونوريكم كمالة فوق البوطة. من بعد ما طحننا مزيان الخليط ديالنا غادي نديرو دابا فوق النار، ونبقاو نحركو الخليط حتى يعقد. البنة ديال الجبن مع الحليب مع البزار وكلشي كتجي غزالة، والملحة كتجي غزالة، وتيجي الكريم ديالنا كيجي بنين. كنبقاو نحركو حتى كيتقاد ويعقد. هو الخليط ديالنا بدا تيعقد، تنبقاو نحركو حتى كنحصلو على الكثافة اللي بغينا فيها. هانتوما شوفو كيف كيتقاد، بداو كيتكونو في دوك الفقاعات. صافي بركة علينا، الكريمة ديالنا هاهي واجدة. دابا غنمشيو نغطو بها الكاش ديالنا. اعزائي من بعد ما وجدنا الكريم بيشاميل ديالنا غنغطو دابا الكاش باش ندخلو من الفران. تيجي فيه واحد المذاق رائع بزاف.
قوقيتهم بهذه الطريقة حتى كنحملو لي كاش ديالنا كاملين. من بعد ما كملنا الكاش ديالنا نملئناه بالكريمة بشاميل، غادي ندخلوهم دابا للفران يتحمر الوجه ديالهم، نعاود نقدمهم ليكم ان شاء الله. اعزائي، من بعد ما خرجنا الكاش ديالنا من الفران غادي نزينهم حسب الرغبة. انا غادي نخدم هنايا غير بوريقات المعدنوس والزيتون صافي، وكل واحد تيزين حسب الرغبة اللي عنده وحسب داكشي اللي موفر عنده في الدار. اكتفيت بزين بسيط وكل واحد حسب الرغبة ديالو. طريقة طمانات طيبة اليوم طوماط يرحب بكم. كنبقاو غاديين هكا حتى كنكملو. غندوزو دابا لمرحلة التقديم النهائي. بقاو معايا أعزائي الكرام، الكاش ديالنا ها هو موجود، سهل وبسيط ولذيذ بزاف، نتمنى تجربوه، كيجي غزال وخفيف وشهي، نتمنى يكون نال إعجابكم وتجربوه. إلى اللقاء مع شيوة أخرى من شيوات مريم نور، وما تنسوناش كما العادة من جيم وأبوني وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.